يا دكتور وليد، الحصة الجديدة. شكرا شكرا ليك. استاذ خالد، طبعا اشكرك شكرا جزيلا. فاتكلمنا مثلا، بقول لحضرتك ان من اسال النادي الاهلي مش الناس اللي مخترقاه، يعني لو فرضنا جدلا ان الاهلي مخترق، فالذي اسال النادي الاهلي هم ابناء النادي الاهلي. اللي نشر ده واحد من ابناء النادي الاهلي. لما ابص الاقي ان الناس بتتكلم اتنين صحاب ويتقال ان في حد بيسجل لحد وكلام زي كده، والاتنين بينتموا للنادي الاهلي. طب من امتى انا لا غير راضي عن ما قيل في التسجيل ولا اعلم هو منسوب لمين، لكن انا كمان مش راضي عن اسلوب انك يعني تخون امانه وتسجل لحد قد يكون بيتكلم معاك كلام براحته. طب ده ما عملش كده زملكاويه، لا ده اللي عمل كده النادي الاهلي. حد اهلاوي لما الاقي ان زي ما استاذ خالد كان بيقول ان يوجه انتقاد للنادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي، كويس. طب ما احنا عندنا هناك بيت ممكن نقفل نفسنا الاوضه، يا بدل ما اقوله على الهوا، كويس، انا مش محتاج ان انا اعمل كده. طب انا ممكن اروح اللي عمل كده اهلاويه. لا يعني للاسف هذه الظواهر السلبيه الذي يمارسها اهلاويه. هناك من يقول ان ما ينفعش باي شكل من الاشكال برضه تطلع تتكلم تقول يا او تغلط في قناه النادي الاهلي بشكل علني، وتغلط في الاشخاص كمان اللي شغالين طبعا. لا لا ولا انا ضد اي خطا من اي نوع، انا ضد خطا في حق رموز النادي الاهلي. صحيح. اذا حد فعل هذا يحاسب عليه. انا ضد الخطا في ان في بص انا ضد الخطا في اي شخص ينتمي الى المنظومه الاهلاويه. انا ضد ده، لكن ما نروحش نقول احنا مخترقين واحنا اللي بنسيء. ما ينفعش. ما هو يعني انا بشوف ان هو لفظ يعني اخرته باطل، او يعني لفظ يقال لا انا مشيت مع حضرتك. انا مشيت مع حضرتك. خلي بالك بعض بفرض الناس جدلي بتقول ان كل ما هو موجود داخل قناه الاهلي وبتوصفه ان هو يبقى تابع للمهندس محمود طاهر. الموضوع مش كده، احنا تابعين لكيان النادي الاهلي يا باشا. لو يا كابتن محمد، لو فعلت حضرتك هذا انت هتفقد مصداقيتك عند الكثيرين. واي خطاب اعلامي، كويس، الناس بتشعر انه موجه، تاكد انه بيؤدي الى اثر عكسي. والله والله ان كل من المرشحين يكتسب كل يوم ارضيه جديده بسبب اخطاء الاخر. يعني هسال حضرتك سؤال. اتفضل. تردي اللغه اللي موجود على السوشيال ميديا، ويعني مش عايز اقول لحضرتك الالفاظ اللي بتتقال وبتتقال برضه من اهلاويه، ده مش زملكاويه. الهجوم اللي بيصل الى حد القذف والسباب، كويس، بالفاظ لرئيس النادي الاهلي او لاعضاء مجلس ادارته، كويس. هذا الكلام لما انت بتشوفه حضرتك اللي بيعمله مين؟ بيعمله اهلاويه. طب النهارده الجمعيه العموميه، يعني انا كنت قاعد مع اعضاء جمعيه عموميه، كويس، من كام يوم. الناس قد ايه متالمين من لفظ جمعيه الشماسي والكراسي والاسكالوب. دول بقى متحفزين. طب انا بقول لحضرتك دول بقى متحفزين النهارده في الانتخابات عشان خاطر مش احنا اتقال علينا شماسي وكراسي طب انت، انا مؤمن تماما ان الاهلي ليس ملكا لاعضائه فقط، الاهلي ملك جمهوره زي ما هو ملك الاعضاء. طبعا عظيم. اذا كان الاعضاء دفعوا فلوس عشان ينتموا الاهلي، فالجمهور دفع دم. انا لا ابخس الجمهور حقه تماما. حقيقي. انما اللي انا ضده في بعض ممارسات بعض الجماهير، مش الكل، وللاسف هناك من يدغدغ مشاعر الجماهير دي ويطلع يقلبهم كل ليله في التلفزيون، كويس، ويقول لهم كلام يثير بيه حافظتهم، يحدث الوقيعه بين اعضاء الجماهير ومن النادي الاهلي وبين جماهير الاهلي. احنا مش عايزين كده طول عمر الاهلي واحده واحده. انما في الاخر بعض الجماهير بما تفعله من هجوم على الجماهير العموميه هي بتكسب المنافس ارض دون ان تشعر، لان الاهلي بطبيعته كمان التجاوز فيه امر غير مقبول. فده النهارده ظاهره في منتهى الخطوره، ان نقسم النادي الاعضاء وجماهير، مش عارف الجماهير مع مين والاعضاء مع مين. لا خالص، على فكره هم اعضاء النادي الاهلي جمهور. في الاساس جمهور. يعني هو كان قدامه انديه اخرى، كويس، يشترك فيها، وكانت هذه الانديه في التوقيت اللي هو اشترك فيها ارقى اجتماعيا بكتير من النادي الاهلي، لان طول عمر النادي الاهلي في بدايته كان نادي كوره. لكن هو انتمى للنادي الاهلي عشان هو اساسا مشجع اهلاوي، فاحنا مش عايزين نحدث هذه الواقعه. بس ده اللي هروح لحته ثانيه غير الاعلام. هو في اعلام جديد، هو السوشيال ميديا وكل ما يخص، سواء بقى المواقع نفسها كلها، سواء بقى موجوده في مواقع بتبقى في اتجاه معين لشخص معين، اتجاه اخر لشخص اخر، او مواقع لشخص اخر. ايضا السوشيال ميديا نفسها، الشكل او استغلال هذه الجزئيات والمتابعه الكبيره ليها في برضه تفتيت النادي الاهلي او محاوله تفتيت النادي الاهلي. كابتن محمد، لو علم من اخترعوا السوشيال ميديا ما سيحدث فيها في مصر
انا اعتقد كانوا هيتوقفوا عن هذا الاختراع فورا. صدقني والله احنا ممكن نوقف على احنا ممكن لا بكلمك جد في دول ثانيه واقفه بكلمك يعني هو يعني هي كانت عملت كانت يعني كانت في مشكله في مصر بسبب السوشيال. لا انا بطبيعتي ضد اي تقييد لاي حريات لكن فعلا صحيح. نحن نسيء استخدام اي حريه متاحه لنا بدرجه غير متصوره. انا مع حضرتك احنا حولنا وسائل التواصل الاجتماعي الى وسائل للتنافر الاجتماعي الى وسائل للتطاحن الاجتماعي. احنا عمالين انا اسف في التعبير بنردح لبعض على السوشيال ميديا وبنستغلها أسوأ استغلال ممكن. احنا بنستغلها في التشهير والاغتيال المعنوي لخصومنا. انت ما بتستغلهاش في اظهار ايجابيات من تؤيده. انت بتستغلها انك تسيء للاخرين. الاساءه للاخرين زي ما قلت لحضرتك دائما ما تحدث اثر عكسي. لكن قول لي مثلا على سبيل المثال هديك مثالين واضحين. ان يكون الاهلي داخل مقبل على مباراه مهمه وينتشر خبر على السوشيال ميديا لا قدر الله لا قدر الله يعني ربنا يحفظها له بنت الكابتن حسام وفاه بنته وهو راجل داخل على مباراه مهمه. صحيح. لما ينتشر خبر تلاقي خبر كده طالع يوم ماتش الترجي، انا متذكره يوم ماتش الترجي الماتش اللي كان في برج العرب لان شفت الخبر وانا رايح في طريق برج العرب. ويقول محمود طاهر يرفع قضيه على اللجنه الاولمبيه في القضاء الاداري ومش عارف ايه وكلام زي كده. كويس؟ والمحرر لا يكلف خاطره ان هو يشوف القضيه يقراها ايه؟ في عضو في النادي الاهلي اسمه محمود طاهر غير المهندس محمود طاهر خالص. كويس؟ الراجل استخدم حقه الدستوري والشرعي والقانوني وراح هو مجموعه اعضاء ورفع قضيه امام القضاء الاداري. بيطالبوا فيها باحترام اراده الجمعيه العموميه اللي جت 15,000 عشان يقروا اللائحه. صحيح. كويس؟ اللي الصحفي اللي خد الخبر نشره ازاي؟ نشره ان محمود طاهر فبقى مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل وعايز يعطل الانتخابات وعايز يعمل مش عارف ايه وعايز كويس؟ يا جماعه يعني لابد من احترام العقليه بتاعت الناس. طب انت لما نشرت الخطا يا ترى لما عرفت الحقيقه رجعت نشرتها؟ الخبر انتشر زي النار في الهشيم خلاص وبقت القصه وبعدين بقت مصدقه زي ما استاذ خالد كان بيقول من شويه. انت بتكذب الكذبه وتصدقها. هناك الكثير من الاكاذيب التي تروج عبر السوشيال ميديا. هذه الاكاذيب بتكتسب صفه الحقيقه بعد ترويجها مره واثنين وثلاثه واربعه. هذا الكلام صدقني اثره على النادي الاهلي هيبقى اثر في غايه الصعوبه وفي غايه الخطر لان زي ما حضرتك بتقول انت بتقسم الناس. وعمر ما في كيان هو اللي ارجع تاني اللي خلى الاهلي يحافظ على وحدته وتماسكه هو قضيه الاحترام. اذا هذا الكيان فقد هذا الاحترام هيفقد التماسك بتاعه وسيتحول الى اي مؤسسه اخرى. وده صحيح. اللي انا وجيري كتير بنخاف على الاهلي منه مش عايزين نوصل له. صحيح. بس صحيح. لكن تاثيرها او المواقع او السوشيال ميديا بشكل عام تاثير على الانتخابات بتشوف يا فندم الانتخابات مش على السوشيال ميديا ولا هي في يعني الشارع ولا الانتخابات